السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد معي في قناتكم قناة حلويات أم عبد المعيد. كالعادة اختارينا لكم من الوصفات أنجحة، واختارينا لكم من الوصفات اللي غادي ينفعكم ويفيدكم، وأكيد كنحيوه معكم من خلال مجموعة ديال الحلقات اللي كنتقاسموا معكم فيها الوصفات ديال ناس زمان، الوصفات اللي كانوا كيديروا الجدوات ديالنا، الوالدين ديالنا، وكذلك بها باش كبرنا. حلقتنا اليوم لعلاج الامساك، وفي نفس الوقت وصفه كتخلصك من الفضلات ديال سنوات وسنوات اللي كتكون متراكمه في المصران او ما يسمى بالقولون. نتمنى لكم فرجه ممتعه، ونتمنى انكم تتبعوا معنا الحلقه حتى الاخر، لانها فعلا وصفه سحريه كتخلصك من البطن والغازات والانتفاخ ديال الكرش او ما يسمى بالبطن. ندوزوا مباشره للحلقه ديالنا، وفرجه ممتعه للجميع. بسم الله على بركة الله، وتبدا الحلقة ديالنا. المكون الأول اللي غادي نحتاجه بالإضافة إلى أنه كيحارب الإمساك وكيخلصنا من المشكل ديال عسر الهضم، إلى أنه كيحتوي على مجموعة ديال الفوائد اللي غادي نتعرفوا عليها مع بعضياتنا من خلال هاد الفيديو دقيقة بدقيقة. أول شيء، مكوننا منخفض في السعرات الحرارية، الشيء اللي كيخلي الجسم ديالنا يشعر بالشبع. يعني الناس اللي بغاو يخسروا الوزن ديالهم غادي نقول لكم خذوه خلال الفتره ديال الحميه، بحيث ان احتوائه على مجموعه ديال الالياف كتخلي الجسم ديالكم يحس بالشبع، هذه من جهه. ومن جهه اخرى ما كيخليكمش نهائيا انكم تخسروا المكونات الاساسيه اللي كيحتاجها الجسم ديالكم، او لا كيحرمكم من المكونات الاساسيه اللي كيحتاجها الجسم، بحيث ان المكون ديالنا كيحتوي على الحديد، وحنا عارفين هذا المكون اللي فريمون فريمون فريمون، او لهذا العنصر ديال الحديد اللي مهم في الوقايه من فقر الدم، الا ما قلناش لعلاج فقر الدم، كذلك تزويد الجسم بالطاقه اللي محتاجها، وفي نفس الوقت حمايته من المشكل ديال الانيميا، وكذلك كيوازننا لهيموغلوبين في الدم ديال الانسان. احتوائه على المغنيسيوم كيلعب دور كبير في الراحه النفسيه، وكذلك التخلص من الكآبه. بالاضافه الى اراحه الاعصاب، الشيء اللي كيقلبوا عليه الناس وما بقاوش لقاوه بالمره. البوتاسيوم تكلمنا على الفوائد ديالو، اما بالنسبه لفيتامين او اللي اكيد بزاف العيالات وبزاف ديال النساء كيقلبوا عليه، واللي كيتسمى فيتامين ديال الشباب، وفيتامين اللي فريمون تيخلصنا من المشكل ديال الشيخوخه، من المشكل ديال التجاعيد اللي كتظهر في الوجه اولا في البشره ديال مجموعه ديال السيدات ومجموعه ديال الرجال. غادي نقول لكم بانه غني 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 مكوننا به فيتامين سي، فيتامين نشاط، فيتامين الحيويه، وكذلك فيتامين طاقه، وفيتامين تقويه الذاكره اللي كيقلبوا عليه بزاف الناس تيسحب لهم، كاين غير في الليمون فقط، انما موجود في العنصر ديالنا ديال اليوم، واكيد غادي يكون ضيف ديال الحلقه. البروفيتامين او ما يسمى بالفيتامين اغ اللي عارفين عنده ضروره كبيره، او اللي كيلعب دور كبير بالنسبه للرؤيه، وكذلك في محاربه مجموعه ديال الخلايا السرطانيه اللي كتكون في الجسم ديالنا، خاصه بالنسبه للشباب، او لا بالنسبه للناس اللي مازال باقين مقبلين على الحياه. غادي نقول لكم خذوا هذا المكون باش ما تعانيوش نهائيا من مرونه الجلد، وما تعانيوش كذلك من مشكل ديال التجاعيد. إذا كنتي من الناس اللي باغيين يتخلصوا من الكوليسترول السيء، وكنتي من الناس اللي مصابين بامراض القلب والاوعيه الدمويه، غادي نقول لك خذي هذه الفاكهه، لانها فعلا جد نافعه للشرايين القلب، وكذلك للصحه ديالها. صحه العظام متعلقه بالمكون ديالنا ديال اليوم، بحيث انه كيحارب الهشاشه ديال العظام، الا ضفنا على هذه الكميه نصف ديالها كميه ديال الكركم ومكونات اخرى، غادي تكون معنا في الحلقات القادمه، فكونوا في الموعد. مكوننا كيساعد على الهضم، وكذلك كيعمل على تسهيل العمليه ديال الهضم. كذلك بالنسبه للمكون ديالنا ديال اليوم غني بالجلوكوز، هادشي علاش غادي نقول لكم بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال السكري ياخذوه، ولكن بحذر وكميه معقوله فقط، او كميه محدوده. مكوننا ديال اليوم كيمنح الطاقه للدماغ، وكينصحوا بالتناول ديالو في الوقت ديال الاختبارات والامتحانات.
ما عرفتش واش عرفتوه او مازال، نزيد نشرح لكم ونتكلموا عليه. كذلك بالنسبه للمكون ديالنا ديال اليوم، كيف بزاف ديال الناس اللي رياضيين وكننصحوا به انه يتخذ من وراء حصه ديال المشي او لا حصه ديال الرياضه باش يمنح للجسم الطاقه اللازمه. اضافه للمعلومات اللي عطينا على المكون ديالنا اليوم واضافه للوصفه، نبغي نقول لكم الا كنتو كتعانيو من الامساك فمن الافضل انكم تاخذوا كاس ديال الماء اللي غادي يكون دافي مع الصباح، تقريبا واحد 250 ملي ضيفوا عليه قطرات ديال الحامض، شربوه مع الصباح وقوموا بعمليات ديال رياضه او مشي او غيرها، شيء اللي كيسهل العمل ديال القولون وكذلك يسهل انه يدور هذاك الماء في الكرش ديالكم. اضافه للوصفه ديال اليوم، كنصحكم باش تاخذوا ملعقه ديال زيت زيتون فوق البوطه مسخنه، خذوها كل صباح عاد فطروا من وراء واحد ساعه اولا نص ساعه على الاقل. هذه من جهه. بالنسبه للمكون ديالنا ديال اليوم اللي تكلمنا عليه وتكلمنا على الفوائد ديالو واللي اكيد 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 تخلق بالنسبه لكم، كان عندكم فضول بالنسبه ليه تعرفوه شنو هو، هو المكون ديال القراصيه. القراصيه اللي بزاف الناس عارفينها لكن للاسف الشديد ما تنستعملوهاش نظرا لكيف ما تنقولوا لجهلنا بهاد المكونات او الفوائد اللي فيها. كناخدوها غير موسميا فقط، لكن بعد هاد الوصفه كنصحكم انكم تعتمدوا عليها في الاكل ديالكم، كذلك تعتمدوا عليها الا كنتوا غادي ديروا حركات او الا كنتوا غادي تمشيو للرياضه، اضافه لهاد الوصفه اللي ممكن انكم تستعملوها كل اسبوع تقريبا باش تغسل لكم الامعاء ديالكم والقولون وغيرها من اعضاء الجهاز الهضمي. طريقه الاستعمال سهله، غادي ناخذوها نمسحوها بواحد زويف ومن بعد غادي تقومي بالغسل ديالها بماء اللي هو عادي. غادي ناخذوها ونقيوها نحيدوا ليها العلفه اولا العظمه من جهه، ومن بعد غادي ناخذوا كميه ديال 250 ملي ديال الماء كيف ما كتشوفوا معايا، الماء اللي اكيد غادي يكون بارد ومن الافضل انه يكون ماء معدني باش هكا نعملوا على غسل الكليتين كذلك من السموم وكذلك الاملاح اللي كتكون في الكليتين. غادي نضيف عليه ثلاثه المعالق، غادي نضيف عليه تقريبا ثلاثه ديال المعالق ديال السنمكي او السنه حرام، كل واحد واشنو كيسميها. غادي نديرها فوق البوطه باش غادي تطبخ وتغلى، وهذيك الساعه غادي نرجعوا مع بعضياتنا باش نكملوا الوصفه ديالنا ديال اليوم. من بعد ما طلعت الغليه غادي نحسبوا تقريبا واحد المده ديال 5 دقائق فقط او اقل، من بعد غادي نغطيو الاناء ديالنا ونخليوه يبات في الثلاجه لمده ديال 12 ساعه. ضروري هاد العمليه منها اول شيء باش غادي يتفاعل المكونات وكذلك غادي تكون كيف ما تنقولوا مجهده اولا قاصحه باش غادي نقدروا اننا كيف ما تنقولوا اننا نتخلصوا من هذوك الفضلات اللي كيكونوا مراكمين في الجسم ديالنا سنين وسنين. من بعد غادي نصفيوها بهاد الطريقه كيف كتشوفوا معايا، كنحاول انني معك اولا نمعس هاد المكونات جيدا ونهود هذيك لاباط اولا هذاك كيف ما تنقولوا هذاك المعجون لتحت، الشيء اللي غادي يخليني انني نستافد حتى من المكون اللي ذكرناه في هاد الحلقه. كيف كتشوفوا معايا كنحاول انني نمعس او نخلط بواحد الملعقه اللي كتكون من الافضل خشبيه، لكن انا هنايا ما لقيتهاش استعملت هذه الحديديه، لكن من الافضل انها تكون خشبيه. من بعد غادي ناخذو ونعاودو ندفيوهم مره اخرى وغادي نشربوه على الريق بدون ما نفطرو حتى تدوز تقريبا واحد المده ديال ساعه، وهنا صدقوني بانكم غادي الجسم ديالكم غادي يتخلص من مجموعه ديال السموم، كذلك غتخلصوا من الامساك للابد. لكن كنصحكم انكم تستعملوه يوم السبت او يوم الاحد.
من افضل البنات خدموه نهار السبت او الاحد، ما تستعملوش نهائيا الا كنتم مسافرين او الا كنتم خارجين او لا الا كان عندكم ضيق. هذه من جهه. ومن جهه اخرى كنصحوا الناس اللي كيعانيوا من مشكل ديال الاسهال وكيعانيوا من مشكل ديال المعده ما يستعملوش بالمره، لانه غادي يزيد عندكم مشكل ديال الاسهال. هي وصفه فعاله كانوا كيديروها الجداوات وكانوا كيديروها ناس زمان باش كيغسلوا المسران او لا باش كينقيو القولون من السموم اللي كتكون فيه وكذلك من المشاكل اللي كتكون فيه. هذه من جهه. ومن جهه اخرى كتنفع بزاف 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 ديال الناس اللي كيعانيوا من مشكل ديال الامساك او القبض. حاولوا انكم تعتمدوا اضافه لهذه الوصفات على الليمون او على العصير ديال البرتقال اللي تاخذوه دفيه وتضيفوه مع ملعقه ديال زيت الزيتون مع الصباح وملعقه ديال العسل الحر، دفيه وشربوه مع الصباح حتى هو كينفع في حالات الامساك، لكن هذه الوصفه احسن وافضل. شكرا خاص على المتابعه والى اللقاء في الحلقات القادمه. ما ترطيوش الجديد.